مكرم جيبسي عضو لي المدير النادي الفريق. مكرم معني أبرز قرارات الاجتماع الهيئة المديرة اللي صار اليوم. اليوم أبرز قرارات أنه سيد سليم الرياحي أعلن عن نيته لانسحاب من رئاسة النادي الفريقي ومن رئاسته للهيئة المديرة. والهيئة المديرة كانت في اجتماع طارئ منذ الصباح. نحب نأكد في البداية أنه راهو بقطع النظر عن نتيجة مقابلة يوم الأمس، ربما هذه القطرة اللي أفاضت الكأس، ولكن اليوم نحسوا أنه فما استهداف لرئيس النادي لعدة اعتبارات سياسية وغيرها، وبالتبعية كان هناك استهداف للنادي الافريقي أيضا، خلي يقولوه استهداف للنادي الافريقي لاستهداف رئيس النادي الافريقي، خلي يقولوه بدون من غير جواندوات من طرف شكو مباشرة، من طرف منظومة فساد تتحكم في الكرة التونسية ونخرتها. ويا حبذا لو الأطراف اللي عمناول بكيت وتشكيت من الفساد نلقاوها اليوم تدعم في حملة النادي الافريقي ضد منظومة الفساد في الرياضة التونسية اللي متجسدة في الرابطة ومتجسدة في لجنة تعيين التحكيم ومتجسدة في الجامعة وأهمها، واللي النادي الافريقي اليوم يدعو إلى استقالة وديع الجري. هذا قرار ندعو السيد وديع الجري إذا كان يحترم معناها الهياكل الرياضية التونسية والجمعيات التونسية واللي مصلحة الرياضة التونسية، على وديع الجري أن يستقيل هو ولجنة التعيينات، لأنه المسار اللي قاعد تاخذه البطولة التونسية اليوم منذ بدايتها مسار خطير. النادي الافريقي يتعرض إلى مظالم ممنهجة، ما فما حتى شك ولا اختلاف، من ماتش سيدي بوزي من ضرب الجزاء ما تمش عليها، من ما تغيير مسار المباراة في الدربي ورينا الأخطاء التحكيمية، معناها اللي فايت النادي الافريقي ما زفروهش واللي ضد النادي الافريقي زفروه. وصولا إلى ماتش أمس، معناها أنا عمري في حياتي ما شفنا تسلل مضلوح بالطريقة هذيك، ما صارتش في تاريخ الكرة التونسية. أنه ما يجمش يقول لي الجوج أنه هذه خطأ في التقدير ولا هذا معناها عن حسن نية، سوء النية ثابت. ما يجمش يكون نادي افريقي ثلاثة لقاءات متتابعة يدفع ضريبة، وين ماشيين؟ وشو هو الماتش الجاي؟ باش يعمل؟ باش يخرج ليكيب كاملة ورقة حمراء؟ شنو باش نمنعوا النادي الافريقي؟ شنو هي الخطوات القادمة؟ نمنعوا النادي الافريقي من الانتداب؟ نمنعوا النادي الافريقي من تسجيل الأهداف؟ نمنعوا النادي الافريقي من أنه ياخذ حقه؟ هذا لا سبيل إليه. اليوم يلزم وقفة حقيقية كيت أنه رئيس النادي ينسحب، إذا هذا باش يؤدي إلى أنه نفتحوا ملفات الفساد اللي تنخر في كرة القدم التونسية ونصلحوا. خلينا مساج، احنا مستعدين ندفعوا الضريبة هذه كنادي افريقي، ولكن يلزم كرة التونسية اليوم تصلح، يلزم ربما حتى ندقوا احنا في الحسابات المالية نتاع الحكام، يلزم اجراءات حقيقية باش نصلحوا راه كرة القدم. ماشي المسألة مش ممكن تبقى على هذا الحال. ندعو اللجنة الأولمبية أيضا، اللجنة الأولمبية وسيد محرز بوسيان إلى تحمل مسؤوليته والتدخل اليوم، لأنه هذا فما فساد كبير ينخر كرة القدم التونسية، لابد من فتح التحقيقات. وين مثلا النادي الافريقي اللي ضبط اول معناها كشف واحده من عمليات معناها بيعان وشراء الماتشات وقدم التسجيلات؟ وين مشيت لونتيت هذه؟ شي نتيجه تحقيقات؟ ما لينا حد شيء. وين وصلت التحقيقات في المساله هذه؟ ولذلك قرار رئيس النادي بالانسحاب معناها هو قرار جاد، والنادي الافريقي سيعلن عن موعد جلسه عامه انتخابيه. لا رجعت فيه يبدو انه لا رجعت فيه، هي لا هذه النية، واحنا ماشيين في تعيين موعد جلسة عامة انتخابية، فهمتني؟ في مازلنا ما حددناش الموقف، هذا هو. خلنا وهذه فرصة لفتح الملفات الحقيقية، فتح ملفات الفساد داخل كرة القدم، التحقيقات، الكلام على البيوع والشراء يلزموا يخرج من البلاتوات، يلزموا يمشي إلى أروقة المحاكم وإلى أروقة الهيكل الرياضية الحقيقية. ندعو سلطة الإشراف بالحق إلى الانتباه على ملفات الفساد في لجنة التعيينات ولجنة التعيينات الحكام وداخل الجامعة التونسية لكرة القدم وداخل الرابطة. هذا ملف لابد من فتحه اليوم. سي مكرم، تحدثت على أطراف سياسية، لو كنت نجم توضح لنا أكثر. ما قلتش أطراف سياسية، قلت هناك استهداف لرئيس النادي، فما استهداف لشخص سليم الرياحي، يبدو أن النادي الإفريقي يدفع فيه ثمنه، ورئيس النادي الإفريقي يريد أن يجنب النادي الإفريقي أنه يدفع ربما أطراف أخرى تحب تصفي حساباتها مع السيد سليم الرياحي. هذا راه نقولوه بدون من غير قفازات، أو قلناه على الوضوح. إذا فعلتم حسابات مع السيد سليم الرياحي سياسية أو من أي نوع آخر، ما تصفيهوش على حساب النادي الإفريقي. هذا هو موقف سليم الرياحي. سليم الرياحي موقفه مشرف ونبيل، يحب يجرب النادي الإفريقي تبعات أي ربما أطراف تحب تصفي حساباتها معه، ولذلك هو أخذ قراره بالانسحاب. واليوم النادي الإفريقي الهيئة المديرة تدعو كل الأطراف أن تحمل مسؤوليتها، بداية من رئيس الجامعة ليزم ويستقيل ويستقيل معه لجنة التعيينات، وتفتح ملفات الفساد ونشوف ليزونتيت وين مش توصل. هذا لا رجعت فيه، والنادي الافريقي متمسك بكل وسائله الشرعيه والقانونيه حتى معناها يتم ايقاف هذا النزيف.